اختار رئيس الوزراء المصري أن يكون لقاءه بعمال مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ضمن أولى جولاته الميدانية خارج العاصمة، في استجابة رآها متابعون متأخرة، خصوصا وأن عمال المحلة نظموا إضرابا لمدة تقترب من الأسبوعين دونما استجابة من الحكومة السابقة. رئيس الوزراء أعلن عزمه الاستجابة لمطالب العمال، ولكنه طالب عمال المحلة وباقي عمال مصر بإمهاله 3 أشهر وطالبهم بعودة الإنتاج. مصر فعلا محتاجة العمال النهاردة، نبتدي بقى نبني، وقف احتجاج شوية اصبر عليها 3 أشهر وشغل المستشفى. إن شاء الله مصر دي هتقف وقفة كبيرة جدا بفضل الله. أكثر من 20,000 هم جملة العاملين بمصنع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، يواجهون منذ عدة عقود حزمة متداخلة من المشكلات المالية والفنية والإدارية أسهم في تفاقمها تحول مصر نحو الاقتصاد الحر وبيع العديد من الأصول والمشروعات الصناعية المملوكة للدولة خلال سنوات حكم مبارك. المكان اللي موجود دلوقتي بعضه عايز يتطور، لأنه بقاله 30 سنة أو 32 سنة ما فيهوش تجديد، يعني بالنسبة للمكان ما فيش تجديد من 32 سنة. إضرابات عمال مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كانت هي الصرخة الإحتجاجية الأعلى صوتا ضد نظام مبارك في العام 2007، تزايدت بعدها الإحتجاجات ووصلت ذروتها وأسقطت النظام. المطالب الفئوية هي واحدة من أهم المشكلات التي واجهت الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 من يناير عام 2011. المشاكل ذاتها تواجه الحكومة الحالية، ويرهن المتابعون مدى نجاح الحكومة الحالية بالاستجابة لهذه المطالب بقدرتها على تدبير موارد مالية إضافية. محمد صلاح الزهار، سكاي نيوز عربية، مدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية.